عندي سلطة البتنجان مع الحمص. سلطة البتنجان مع الحمص. طيب هنقول ايه بقى يا باشا؟ بتنجان وعصير ليمون وطماطم وخيار، بقدونس، حمص مسلوق، بصل، زيت زيتون، خل، ملح وفلفل وكمون، وتعفير الدقيق عشان البتنجان بتاعنا يطلع كريسبي. عايز اقول لحضرتك على الملحوظه والمعلومه دي، البتنجان بتاعك عشان يطلع متحمر هحشالك بروز. دي الطماطم، ده حمص، ادي بقى هنا حب. لا يا باشا لسه بدري. انت طيب قوي، انت جاي تضحك عليا يا باشا. ادي شويه توم اهم، حبه سكر، دول جدعانه من حدايا، حبه زيت زيتون، حبة ليمون، حبة خل، ملح وفلفل، ملح وفلفل. وهنطلع بالفرخة دلوقتي، والرز خلاص نطفي عليه، وده هنطفي عليه على جنبه عشان خاطر نشيل الليلة دي كلها من هنا. نطلع بقى الفرخة، نشيل بقى كل الزفة دي اهو. اوعى ادي الصوص، وادي البتنجان، والهنا ده والولا ده.